اليوم عندنا ندوة صحفية باش كنقدموا الدورة 13 من أيام التراث. كما اعتاد البيضاويين أيام التراث هي واحد الفرصة اللي كنحلوا فيها الدار البيضاء للبيضاويين، يعني كتكون واحد مجموعة من الزيارات بمرشدين اللي كتقوم بتكوينهم الجمعية. فكاين زيارات اللي كيكونوا في وسط المدينة وفي المدينة القديمة وفي حي الأحباس وفي الأحياء الشرقية والغربية لمدينة الدار البيضاء، كما أن هناك مجموعة من الندوات الصحفية، وكذلك كازا ميموار طلبات من مجموعة من الفنانين ومن الناشطين باش يقدموا أعمال في إطار الدورة 13، وحنا جد سعداء بتقديم واحد المجموعة كبيرة من الورشات ومن المعارض الفنية اللي غتواكب هذه الدورة. كنبغي نشير كذلك إلى أن هذه الدورة هي تنظيم كازا ميموار بشراكة مع مدينة الدار البيضاء ومع ولاية الجهة ديال الدار البيضاء، وكذلك مجموعة من المساندين اللي ساندونا لإنجاز هذه الدورة. الدورة 13 عرفت تكوين أكثر من 200 مرشد اللي غادي يساهموا معنا في هذه الدورة. هذه كنظموا هذه الدورة الثقافية ديال لي جورني دو باتريمون تراث الدار البيضاء في أيام 13 من في الاسبوع ديال 13 ماي، وتكون في هذا الاطار ديال الاجراءات. عندنا محاضرات، ندوات وزيارات لاكبر المعالم للدار البيضاء في الحبوس، في المدينه القديمه، وفي السنتر فيل. وعندنا جولات في مدينة الدار البيضاء، في المعارف وفي حي المحمدي وعين الشق. وبهذه التظاهرة كنبغيو نعرفوا الدار البيضاء السكان ديالها، ونخليهم يحبوا مدينتهم بهذه الطريقة، ويجيو يكتشفوا مدينتهم ويعرفوا الحكايات والمعالم ديالهم والمعالم ديال الدار البيضاء، باش يتعرفوا عليها اكثر. حيت في الايام ديالنا العاديه ما كنهزوش راسنا باش نشوفوا البنايات ونشوفوا الديتاي ديال البنايات ديال الاركيتكتور، باش نعرفوا بالضبط شنو وقع في الايام ديال في ايام فاش تبنات هذه البنايات، وشنو ما كانوا الحكايات اللي كانوا وقعوا. كنوجهوا النداء للبيضاويين باش يجيو يكتشفوا المدينه ديالهم. ومعنا مرشدين ثقافيين اللي كانوا خداو دورات تدريبيه باش يعرفوا على هذه البنايات، ويعطيكم معلومات على هذه البنايات وعلى المعالم التاريخيه ديال الدار البيضاء. كاينين بزاف ديال المعالم ديال الدار البيضاء اللي ترممات، وبالطبع كاينين واحد اخرين اللي خاصها الترميم. والمدينه الدار البيضاء عندها برنامج لترميم بعض المعالم وتعطيهم الصبغ الطابع الجمالي ديالهم، وهذا الشيء هذا كيبشر بالخير. كنعطي المثال لهذه الكنيسه اللي حنايا فيها، واللي كانت ترممات من طرف مهندسين اللي فاش دويت معاهم قالوا لي بان هاد البنايه ما زدنا فيها حتى شي حاجه، وداك الشيء الصغير اللي زدنا فيه يمكننا نزولوه. صديق داك ترميم بسيط، وباش يخلي الجماليه والطريقه باش تبنات البنايه في العهد ديالها الاولاني وما تبدل فيها حتى شي حاجه.
ايام التراث هي فرصه باش مجهودات ديال كازا ميموار يعرفوها لو غران بوبليك، لان كازا ميموار هي جمعيه كتحث الناس على الحفاظ على التراث. ديجا لا كرياسيون ديال كازا ميموار كانت من بعد لا ديموليسيون ديال فيلا المقري، من هنا جات لانسبيراسيون ديال لا كرياسيون ديال كازا ميموار. سويت على ديموليسيون ديال فيلا المقري كازا ميموار تم الانشاء ديالها، وهذه مجهودات من اجل الحفاظ على تراث الدار البيضاء. لليوم مثلا مسجد السنه مازالين محافظين عليه. كازا ميموار هي كتنشط باش نحافظوا على جميع التراث اللي ورثناه في القرن العشرين، باش ما يتمش الهدم ديالو، باش يتم الحفاظ ديالو. كمثال اوتيل لينكولن اللي اليوم تمت لا ريكونستركسيون ديالو مع الحفاظ على بعض البقايا ديالو. وكنتمناو بان الرساله تكبر ونخرطوا فيها جميع مكونات المجتمع، لان كجمعيه بوحدها ما يمكنلهاش دير هذا الشيء. دونك الا كانوا جميع المواطنين يحافظوا على التراث ديالهم ويناديوا عليه ويغيروا عليه سورتو، غادي يكون ان بلوس للمدينه ديالنا والبلاد ديالنا.